انت كده كابتن ضيا، قول لي رايك في الحفله اللي كان شكلها مميز جدا للنادي الاهلي. حفله تسليم الدرع رقم 41، الحفله اللي اقيمت منذ دقائق، يعني مش من ساعات. شفتها ازاي؟ كانت حفله مشرفه جميله، رايك فيها ايه؟ ولا ما شفتهاش لان انا ما كنتش مدعو، يعني النادي الاهلي لم يدعوني للحفل. حضرتك ما كنتش مدعو للحفله؟ مش مدعو. لكن انا سمعت وانت بتتكلم في الانترو على الحفله، وسمعت قد ايه برزنتيشن كانت عامله منظر رائع. صحيح. وده دايما برزنتيشن بتعمل الحاجات دي، ودايما الحفلات، حتى حفله كاس العالم، وصلنا كاس العالم، شاطرين جدا في عمليه التنظيم وعمليه عندهم ابهار وابتكار بشكل كبير. لكن بالنسبه للدرع، يعني بعتقد ان النادي الاهلي متعود على الدرع الدوري، لكن الدرع ده بالذات كان صعب. لا، من هاجل الدرع. هاجل الدرع. بس انا دايما لما باجي اعمل معاك حوار، او لما اشوف حد بيعمل حوار مع الكابتن دياز السيد، فانا راجل وانا قاعد بفرج على الشاشه اقول ايه للمذيع ده، بلاش تتذاكى على الكابتن دياز السيد، عشان الكابتن دياز السيد ذكي جدا يعني. بس انا حسيت كده من اول جمله ان في زعل، ان في ان انت مش موجود في الحفله. لا، انا بقول الحقيقه والله. لا، مش زعلان، انا فرحان للنادي الاهلي. بص، لما تمثل النادي الاهلي، يكون جزء من النادي الاهلي كابن من ابنائه، كلعيب ابتديت فيه مدرسه كوره وفنشت فيه تدريبيا، يعني لعبت كل المراحل السنيه ولعبت درجه اولى، وبعد كده اشتغلت فيه مدرب في كل القطاعات وفي الدرجه الاولى، ده يكفيك فخرا يعني. فهتفرح للنادي الاهلي تحت اي رحت حفله ما رحتش حفله. المجموعه اللي موجوده دعيتك، المجموعه اللي هتيجي بعد كده مش هتدعيك. يعني انا قصدي ان انا مش متاثر، مش زعلان، لكن فرحان للنادي الاهلي، فرحان بشكل كبير جدا. وهروح اصلي بكره برضو في النادي الاهلي الجمعه كعادتي كل اسبوع. فعايز اقول انه يعني مش متاثر قوي بشكل كبير جدا واطلع انتقد في لا، هذا شانهم. لكن ما حدش هيقدر يقول ان انا مش من ابناء النادي الاهلي، وهفرح للنادي الاهلي وهتمنى له انه يكسب تاني وتالت ورابع وخامس. فيعني ايه، انا عايز اقول لك انها مش هتبقى ماده ان انا هاجم حد. لا طبعا، ولا هاجم مجلس اداره، ولا هاجم محترم. بالظبط، محترم. لا اطلاقا، بالعكس، كالعاده يعني. لا اطلاقا، ده احنا نفرح ويا رب.